السلام عليكم الإخوان الأخوات. فيديو جديد اليوم هي الثلاثاء. كما كتشوفوا حالة الطقس غائم، درجة الحرارة الآن اللي كاينة ناقص 3 والساعة 8:18. في هذا الفيديو هذا بغيت نذكركم بأنني نهار 20 في هذا الشهر هذا كنت قلت لكم بأنهم لقاو بعض الطلبة وبعض اللاجئين اللي كيطلبوا اللجوء هنا زوروا الوثائق ديالهم، يعني كاين عملية التزوير، وهذا اللي خلى الحكومات ديال المقاطعات الكندية وكذلك الناس ديال مصلحة الهجرة دار واحد الضغوط كبيرة 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 على الحكومة ديال جوستان تريدو الوزير الأول ديال كندا، لأن هذا الوزير هذا من الحزب ديال لي ليبيرو الاحرار، هما متفتحين وبغى يوصلوا لواحد السقف ديال واحد العدد ديال المهاجرين في العام، كل عام بغى يدخلوا واحد العدد كبير 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 بزاف بما فيهم الطلبه والطالبي اللجوء والناس ديال ليميغراسيون، كل شيء يعني مخلطين، وبغى يوصلوا لواحد الهدف. وداروا في انه في 2025 بغى يوصلوا 500,000 مهاجر، يعني اللي تولي تدخل في العام، يعني واحد كبير، لانه ما قال لك خطو من هنا لواحد عده سنين بغاو يوصلوها ل 100 مليون عدد لا بوبولاسيون هنا في كندا، بغاو يوصلوها ل 100 مليون لان واصله الان واصله 40 مليون والارض عندهم كبيره. كما قلت لكم كاين ضغوطات كبيره من طرف المقاطعات الاخرى بما فيهم كيبيك وساسكاتشوان وبريتيش كولومبيا وكل المقاطعات كاملين دايرين واحد الضغوط كبيره كبيره على جوستان تريدو، لانه هو في حقيقه فتح البيبان ديال كندا وسهل الاجراءات ديال الطلبه ولا المهاجرين ولا الطالبين اللجوء، سهل لهم الطريق، ولكن ما داكشي ما مشاش متوازي مع السكن، داكشي ما مشاش متوازي مع السكن، الناس كيدخلوا بزاف والسكن واقف ما كيبنيوش، هادشي اللي خلق واحد الازمه ديال السكنه كبيره كبيره، واحد ازمه خانقه، وارتفعت الاسعار ديال الكراء لواحد الاثمنه خياليه. وغادي تشوفوا ان شاء الله، غنخلي لكم في صندوق الوصف غنخلي لكم الرابط ديال واحد الفيديو ديال واحد الاذاعه اللي تكلموا على هذا الموضوع البارح، وغادي تشوفوا في الفيديو بان الوزير ديال ليميغراسيون وزير ديال الهجره ديال كندا كيعترف بنفسه بان هناك خلل وبان لو سيستيم اي اور دو كونترول، قال لك ما بقاش السيستم ما بقاش شادينو بيديهم، يعني هرب لهم. هذا اعتراف فاشل من هذه الحكومه هذه بان الوزير الاول ديالهم ديال الوزير الهجره ديالهم تيعترف تيقول لك بان الامور هربت لينا من يدينا. الاجراءات اللي خداو، انا قلتها لكم نهار 20 في الشهر، قلت لكم بان كندا ستراجع سياستها في الهجره، ما كنجيبش لكم شي حاجه من راسي، اخبار جديده. الخبر الجديد عاوتاني اللي كاين اليوم وهو غادي ينقصوا لمده عامين، غينقصوا الناس اللي الطلبه العدد ديال الطلبه اللي كيدخلوا لكندا غينقصوهم، يعني كان تيدخل واحد العدد غيولي يدخل واحد العدد اقل منه لمده عامين، وفي 2024 غادي ينقصوا 35%، يعني 35% الطلبة اللي غيبغيو يدخلوا غيدخل واحد العدد ديال اللي ناقصين فيه 35%، يعني غتولي الإجراءات صارمة وغيولي لي غوفو، يعني غيولي الرفض ديال الطلبات بزاف، لأنهم حدوا واحد السقف ديال الطلبة اللي غادي يوليو يدخلوا، وقالوا غنقصوا 35% لسنة 2024. هذا تيؤدي أنه كما قلت لكم الإجراءات غتولي صارمة، الفيزا ما غتبقاش تعطى بزاف، الطلبة ما غيبقاوش يجيو بزاف، وحتى طالبي اللجوء حتى هما راه نايض عليهم الصداع، لأن لقاو
المكسيكيين وبعض الافارقه تيدفعوا طلب بانهم جايين كطلبه وملي كيجيو لهنا ما كيقراوش ماشي طلبه. قال لك دي فو زيتيديون دي فو كوليجيان. يعني دابا الاجراءات اللي غادي تولي غادي تولي تطلب الوثائق وغادي يولي الفحص بزاف بزاف بزاف. تنتاسف في الحقيقه تنتاسف انه وحدين كيتلاعبوا بالسيستم وكيزوروا الوراق كيصعبوا الماموريه لوحدين اخرين اللي عندهم الوراق مريقله وغادي تولي الفحص. ولو ان تكون عندك الوراق مريقله دابا ووصلوا داك السقف اللي نقصوا 35% صافي غادي يدخل داك العدد واخا يكون عندك الوراق مزيانين. هما غياخذوا داك العدد ملي غيوصلوا واخا يوليو الناس دافعين لهم داروا في 2024 واحد العدد راه واحد العدد. غادي تشوفوا في صندوق الوصف غادي تلقاو الفيديو غادي تصنتوا ليه مزيان 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 وراه كيعطيو المحللين بالارقام يعني بالادله والاجراءات اللي غادا تكون. لانه ما قال لك دابا حنا في 2024 تبعات ديال هاد الطلبه اللي يدخلوا في 2024 اللي يدخلوا في 2023 و 2022 تبعات ديالهم غادي تبان لينا في 2025 2026 ملي غادي يكملوا القرايه ديالهم هذوك الطلبه وغادي يوليو دي ريزيدون بيرمانون غيوليو مقيمين دائمين. انا داك غتولي لا بوبولاسيون غادا تزاد الا ما بناوش الديور ومشات الوتيره ديال البناء سريعه غتخلق غتبقى الازمه لمده واحد عامين وثلاث سنين. هادو اللي اغتنموا الفرصه وعندهم الزهر ودخلوا بصحتهم وكنتمنوا الناس اللي جايين الناس الجداد حد سعيد. هاد مع الاسف هادشي ما تيبشرش بالخير لان كندا غادا تزير. انا قلت لكم غادا تزير الفيس قلت لكم نهار 20 في هاد الشهر هذا وكنت من واحد من السباقين اللي قال لكم هاد الخبر هذا. نتمنوا ان الحدود تكون في صالح العرب المغاربيون ان شاء الله. وهادشي يعني الامور غادا من أسوأ الى أسوأ في ميدان الهجره. كاين الناس ما غيعجبهمش هاد الهضره كلها وزهروا ولكن انا قلت لكم انه مثلا كانوا تياخذوا واحد العدد راه غينقصوا منه 35% وغادي ياخذوا داك العدد اللي منقص منه 35% ما زيد ما ناقص. ولو انك تكون عندك الوراق ديالك مزيانين وفيت ليهم وصلوا لذاك العدد راه ما غاديش يعطوك الفيزا. حظ سعيد للجميع ونخليكم على خير ونتمنى الخير للجميع. يلا نخليكم على خير ان شاء الله والى اللقاء. السلام عليكم.